طيب، عاوز ادخل لان انا في كام خبر كده مهمين. طب تعالوا نضحك. في اغنية جديدة جمهور ليفربول هيبدأ يعملها الفترة اللي جاية. جمهور ليفربول بيعمل اغنية جديدة للاعب مصري اسمها ايه؟ مو شريف، مو شريف يجيب شانكينج. محمد شريف جمهور ليفربول اليومين الجايين هيعمل له اغنية مو شريف، شريف يجيب شانكينج. عارفين انتوا اغنية صلاح بس هيغيروها، يعني اغنية صلاح خلاص اتلغت، بقت مو شريف، مو شريف اوه شريف يجيب شانكينج. ليه بقى انا بقول لك كده، بغني لك اغنية مو شريف؟ مو شريف، ما انا لو ما عملتش، يعني لو انا ما هزرتش هطق اموت، لو انا ما هزرتش هتلاقوني طقيته مرة واحدة بوم ويجرى لي حاجة، فلازم اطلع الشحنة اللي جوايا على هيئة ايه؟ هزار. فلما تيجي تغني الاغنية دي غير بقى، شريف يجيب شانكينج. ايه بقى شريف وايجيبشن كينج ده؟ بيقول لك بقى المواقع بتاعتنا والاعلام، والله العظيم الاعلام لو تحت بير السلم بتاع بيتي اللي انا ساكن فيه هيبقى حلو. انتوا مش تحت بير سلم، انتوا تحت ايه؟ انتوا تحت سجاده، برضه السجاده تحت سجاده حلو. المهم بيقول لك بقى الاعلام بتاعنا ايه؟ بيقول لك محمد شريف يدخل قائمة هداف العالم. لو جنبك حاجة شيلها عشان ما تحدفش حد بيها، يعني قبل ما اديك الخبر ده، لو في جنبك ازازة مية، ازاز، ولا يعني ماسك الموبايل، ابعده عن ايدك دلوقتي عشان انت ممكن تحدف اي حد معدي قدامك، يعني فاهدى شوية بس. المهم محمد شريف يدخل قائمة هداف العالم ويتفوق على محمد صلاح. والله العظيم ده خبر من المواقع عندنا، اعتقد اليوم السابع من ضمنه المصري اليوم، سوري. هقول لك الخبر تاني ونغني مع بعض الاغنيه ايه؟ شريف يجيب شانكينج. محمد شريف يدخل قائمه هداف العالم ويتفوق على محمد صلاح. هو عبد رمضان بيقول لك امال؟ والله 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 الناس اللي هم، انا معرفش هم فين، بس اللي هم ساكنين في عالم سمسم، الناس دي عندها عقل عن الناس اللي هم اياهم دول. فانا شفت الخبر ده، وده سر هقوله لكم بقى، يعني من بعد ما قريت الخبر ده بقيت ماشي في الشقة، يعني انا وولادي بنغني الاغنية دي، شريف يجيب شانكينج، مو شريف مو شريف. بقيت انا واولادي ماشيين في الشقه بنغني الاغنيه دي للامانه، يعني والله العظيم من ساعه ما شفت الخبر ده وانا عمال اغني الاغنيه دي. فانا مش هقدر اطول عشان ما اقولش كلام مش حلو، فخليها كده خليها كده. محمد شريف ده بيقول لك انا ما اعرفش ده، بسم الله ما شاء الله، الجون بيفضله وبيبقى هو والشبكه. مش محتاجة يعني ايجيبشن كينج مو شريف. طيب تعالوا بينا ندخل على الكابتن رضا عبد العال وتصريحاته عن طارق حامد. الكابتن رضا عبد العال، يمكن انا مش عشان الراجل دخل معايا مداخلة قبل كده او عشان انا اتشرفت بمعرفته، بس الكابتن رضا عبد العال هو نجم كبير وراجل، يعني لما بيتكلم في فنيات الكورة والله الراجل ده عنده. ولكن الكابتن رضا عنده مشكلة مع طارق حامد، يعني الكابتن رضا عنده مشكلة مع طارق حامد، يعني بينتقد موسيماني ماشي، بينتقد مش عارف مين ماشي، قال لك على مدرب وادي دجلة اللي هو تكيش جونياس اللي مسك بيرم، قال لك مدرب كويس، وهو فعلا مدرب كويس. فالكابتن رضا لا، يعني في ناس بتقول لك ده ما بيعرفش في الكوره، لا يعني ده كان لاعب كبير، يعني فيعني ايه يعني حته ما يعرفش في الكوره دي انا ضدها يعني. انما الكابتن رضا مش عارف ليه حاطط طارق حامد في دماغه، وبيقول لك طارق حامد لو بيلعب في دوري تاني غير الدوري المصري
هيتطرد كل ماتش وبيضرب وبيعمل وبيسوي. فقعدت افكر في كلام الكابتن رضا، لقيت ان طارق حامد واخد السنة اللي فاتت اللاعب الثاني في القارة الافريقية في الجائزة بتاعت افضل لاعب داخل القارة الافريقية، هو طارق واخد المركز الثاني بعد يوسف البلايلي. وطارق حامد بقاله 5 6 سنين هو اللعيب الاساسي في الزمالك وفي منتخب مصر. طب في ال5 6 سنين دول جه كم مدرب للزمالك؟ كتير. جه كم مدرب لمنتخب مصر؟ كتير. وايه الثابت؟ طارق حامد. طارق حامد اللي اشتغل على نفسه، سيبك بقى من الشغل البدني والقوة والالتحامات والكلام ده كله مش هتكلم فيه. طارق حامد يا كابتن رضا، تأكيد اتفرجت على ماتش الزمالك وطلائع الجيش، طارق حامد عامل اسيست في الهدف الثاني لأحمد سيد زيزو، معرفش مين اللي خد باله منه. طارق هو اللي لعب الكرة لأحمد سيد زيزو ولعبها له من قبل دايرة النص أو من على دايرة النص. عمل طارق بينية لأحمد سيد زيزو كانت السبب الرئيسي، وهو اللي عمل اللي بنى الهجمة دي. فطارق بيشتغل على نفسه، طارق أفضل لاعب ديفندر في أفريقيا. أنت بتهبد يا محمد، أقسم لك بالله العلي العظيم، طارق حامد أفضل لاعب ديفندر داخل القارة الأفريقية. طارق حامد هو أفضل لاعب ديفندر أنا شفته بعد الكابتن إسماعيل يوسف ثم تامر عبد الحميد دونجا، مش اللي لعب ماتشين في الزمالك ومشي ده، لا دونجا. والتالت بتاعهم بقى طارق حامد. اتفرجت على سمعة الكابتن الكبير تيجانا، قلت مش هيجي حد زيه. جه تامر عبد الحميد، طبعا مش بنجومية اسماعيل يوسف، ولكن تامر عبد الحميد دونجا حاجة بسم الله ما شاء الله. مشي تامر عبد الحميد دونجا واعتزل، قلت خلاص مش هنشوف، لقيت طارق حامد. فيا كابتن رضا، جمهور نادي الزمالك كله، مش عايز اقول لك 70 80% 100% يا كابتن رضا، مش موافقين على الكلام اللي حضرتك قلته. طارق حامد هو افضل لاعب رقم 6 او ديفندر في منتخب مصر وفي نادي الزمالك 5 6 سنين. مش معقوله كل المدربين اللي بيجوا دول في الزمالك او في منتخب مصر ما بيفهموش كره يا كابتن رضا، مش معقول. الرجوله والحماس، طارق حامد ده يا كابتن رضا كان الشورت بتاعه بينزف دم، رجله من ورا كانت بتنزف دم والشورت بتاعه كان متغرق دم، وهو بيلعب مش حاسس، وهو بيلعب مش حاسس. طارق حامد يا كابتن رضا هو ومحمود حمد الونش بعد كده كل ماتش جمهور الزمالك مش هيقول اصل طارق كان احسن لاعب، اصل الونش كان احسن لاعب، هما افضل لعيبه على طول في كل مباراه. النهارده زيزو يتألق، بكره بن شرقي يتألق، بعديه اوباما يتألق، انما في كل ماتش طارق حامد والونش افضل لعيبه. الزمالك حلو، طارق حامد والونش افضل لعيبه. الزمالك وحش، طارق حامد والونش افضل لعيبه. الزمالك بيكسب هم افضل لعيبه، بيتغلب افضل لعيبه. ماتش ودي رسمي منتخب مصر نادي زمالك افريقيا محلي هم افضل لعيبه، فهم خلاص خرجوا من التقييم. يعني فرقه الزمالك 11 لاعب، لما نيجي نقول مين احسن لاعب ننقي من التسعه الباقيين، انما طارق والونش دول ما تتكلمش عليهم، ما تتكلمش عليهم، طارق والونش دول ما تتكلمش عليهم. فبعد اذنك يا كابتن رضا، التصريحات دي بتزعل جماهير نادي الزمالك دي، وجماهير نادي الزمالك بتحبك، وانت عملت تاريخ كبير في الزمالك وانت زملكاوي، وانا اللي انا عارفه ومتاكد منه ان يا كابتن رضا حضرتك زملكاوي، فاتمنى انك ما تزعلش جمهور نادي الزمالك منك، لان جمهور الزمالك بيحبك وفي نفس الوقت بيحب اللعيبه بتاعته. ده كلامي على الكابتن رضا عبد العال اللي ليه كل الاحترام والتقدير. طيب تعالوا ندخل على الخبر اللي بعد كده. بنسبه تتخطى ال 95%، بنسبة تتخطى ال 95%، محمد الشناوي سيكون حارس الأهلي في مباراة القمة، وأنا هقول لك الأسباب دلوقتي. بس محمد الشناوي هو الحارس الأساسي اللي هيلعب ماتش القمة، وأنا أتمنى ده يحصل، وهقول لك ليه، هقول لك ليه.
لو انت زملكاوي تتمنى ان محمد الشناوي هو اللي يلعب مش علي لطفي. هقول لك ليه دلوقتي. ولكن هم بيحاولوا يجهزوا محمد الشناوي، إدارة الأهلي مع محمد الشناوي مش بيجهزوا الشناوي عشان يلعب قصاد الزمالك. الله، امال هم مستعجلين وعاوزين يجهزوه بسرعة ليه؟ عاوزين يجهزوا محمد الشناوي بسرعة البرق مش عشان ماتش القمة. انا جايب لك كلام يعني مش عايز اقول انا، لان انا دي من الشيطان، ولكن صعب تسمعه في مكان تاني، صعب تسمع الكلام ده في مكان تاني. بيجهزوا محمد شريف مش عشان القمة، امال بيجهزوا ليه؟ بيجهزوا محمد الشناوي عشان خاطر يرجع قبل ماتشي الجابون وانجولا بتوع منتخب مصر. يعني عاوز تقول ايه يا محمد؟ ايوه اللي في دماغك بالظبط، هو اللي في دماغك ده اللي انت عملت لايك عشانه، عشان خاطر محمد ابو جبل ما ياخدش الفرصه ويلعب ماتش الجابون وانجولا. الكلام ده انت مش هتسمعه في حته تاني، الكلام ده محدش هيقوله الكلام ده. ولو انت سمعته في حته تاني قول لي سمعته عند مين، ولو انت ما سمعتوش قول لي، قول لي الكلام ده انا ما سمعتوش الا عندك. بيجهزوا الشناوي مش عشان القمه، عشان يلحق يرجع قبل مباراتي الجابون وانجولا. طب افرض ابو جبل لعب ماتش الجابون وانجولا ومحمد الشناوي لسه مصاب او لسه بيتعافى، طب افرض محمد ابو جبل تالق، ده اللي في دماغهم. انا جايب لك الكلام ده من جوه الجهاز الفني بتاع الاهلي، ومحدش يقول لي انت بتجيب منين، محدش بيقول على مصادره، محدش بيقول على مصادره. محمد ابو جبل لو تالق ماتش الجابون وانجولا هيبقى خطر على الشناوي، وكارلوس كيروش مدرب اجنبي يعني مش هيرفعه سماعه التليفون بقول لك ايه لاعب الشناوي يا اما هتطير، لا ده مدرب اجنبي. فخايفين ابو جبل يتالق وكارلوس كيروش ياخد القرار ويخلي ابو جبل هو اللي سايق زي ما كارتيرون بيعمل، محمود علاء هو اللي كويس وركب هو اللي يسوق، وقت ما يقع ندخل عبد الغني. فهم خايفين يكون دي سياسه كارلوس كيروش، يعني هم خايفين تكون دي سياسه كارلوس كيروش. في ناس بتقول دلوقتي ان الكلام ده قاله الاستاذ شادي عيسى، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم ما سمعتش الاستاذ يعني هو ممكن يكون قاله، انما انا ما خدتش الكلام منه، والله ما سمعته هو بيقولها. يعني بقول لك ممكن يكون قاله في اي وقت انا ما سمعتوش، بس انا اقسم بالله ما واخد الكلام منه، انا الكلام ده واخده من مطرح ما واخده، انا اول مره اعرف ان حد قاله تاني. فبيجهزوه عشان خاطر لو رجع او لما يرجع ياخد، انما لو ابو جبل هو اللي خد وتالق حارس مصر الاول والبالونه اللي احنا عمالين بننفخها تكبر تروح مفرقعه زي ما حصل ماتش سموحه وبيراميدز خسرهم الدوري عم نوير الغلابه. طيب ده بالنسبه ليه هم بيعملوا ايه وليه هيرجعوا الشناوي ماتش القمه. طب انت يا محمد الشناوي افضل ولا علي لطفي؟ لا طبعا محمد الشناوي. امال انت يا محمد ليه عاوز محمد الشناوي هو اللي يلعب؟ المفروض انت تعوز علي لطفي، انما انت عاوز جون كويس للاهلي يقف ليه؟ هقول لك ليه. ربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل، ربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل، واديك شفت كده عدل ربنا في الدوري، عدل ربنا مع مرتضى منصور، عدل ربنا مع فرج عامر، عدل ربنا في الصفقات اللي الاهلي عمال بيخطفها وقاعدين هم على الدكه منورين. فربنا اسمه العدل، طول ما الاهلي ما عملش العدل في الدنيا او على الارض وظلموا علي لطفي فانا بقول لك ان الزمالك هيكسب. هقولها لك تاني يا بيه، لو محمد الشناوي لعب ده ظلم لعلي لطفي اللي هو الراجل ما دخلش فيه جوان في الدوري
وماشي بشكل كويس، مفيش اخطاء، الكلام ده كله. طب انا هظلم، هعمل حاجة غير منطقية، مش هعمل العدل. ما عملتش العدل لازم هيبقى فيه عقاب من فوق من السماء، لازم هيبقى فيه عقاب. الشناوي يلعب اهلا وسهلا، كمان انا كسبانك في السوبر بالشناوي وتلاتة واحد بالشناوي. الواد اسامة فيصل كان لسه جاي من الدرس، الواد كان عنده درس احياء، اسامة فيصل الواد جه من الدرس راح مسلم كارتيرون الكراسة بتاعته وراح مسلم الجهاز الفني الملزمة ولبش الشورت ونزل حط في الشناوي جون، ويعني روح بقى بدري عشان يلحق يذاكر وينام ويصحى عشان مدرسة الصبح. فده بالنسبة لمحمد الشناوي اللي اتمنى زي ما قلت لكم يرجع عشان يبقى فيه ظلم، عشان تيجي لهم من ايه؟ من عند المولى سبحانه وتعالى. طيب ندخل على ايه تاني؟ ندخل على في انباء ليست مؤكدة، انباء ليست مؤكدة عن ان احمد الشناوي قدم استقالته من اتحاد الكورة. انا عن نفسي كده هجيب عجل وهروح قدام اتحاد الكورة وهتبعه وهروح مفرقه على الغلابة. لو احمد مجاهد مشي بألف سلامة من اتحاد الكورة. طب المعلومة هي مش مؤكدة، المعلومة مش مؤكدة، عشان اقدر اقولك دي المعلومة مش مؤكدة. طيب ايه اللي انا عاوز اقوله؟ اللي انا عاوز اقوله ان احمد مجاهد بقى دي معلومة مؤكدة، كان في اجتماعات النهاردة مع ناس تبع الفيفا او ناس في الفيفا، كان في اجتماعات عبر تطبيق زوم. ايه اللي دار في الاجتماع معرفش، بس هما كانوا بيتكلموا على حتة البقاء من عدمه، واحمد مجاهد عاوز يمشي وشايف الدنيا سودة، وموضوع مجلس الشعب ده جايب رجله في حاجات كتيرة، جايب رجله في حاجات كتيرة انتم عارفينها وانا عارف، مخالفات وبالدولارات وليلة كبيرة سعد. فهو عاوز يمشي، انما قدم استقالته ولا لا المعلومة مش مؤكدة عنه. ده بالنسبة لأحمد مجاهد. في كلام طلع من الهبيدة، وأولهم طبعا الهبيد الكبير محمد فاروق اللي على قناة تن، يقول لك إن كارتيرون هيمشي هيروح السد القطري وهيسيب الزمالك والقصة والحكاية والرواية. طيب أولا على بداية الأسبوع اللي جاي أو ممكن كمان قبل كده ممكن تشوف تشافي نجم برشلونة السابق واحد افضل اللعيبه اللي جم في خط وسط برشلونه في التاريخ، تشافي وانيستا دول انا كنت بقعد كده ايه، كانوا بيغنوا بيلحنوا ما كانوش بيلعبوا كوره. تشافي احتمال كبير جدا وممكن يكون الاتفاق خلاص تم ان تشافي هيكون هو مدرب برشلونه الجديد، وفي الحاله دي هيبقى السد القطري بدون مدرب. ومحمد فاروق بيقول لك ان السد القطري بيفاوض كارتيرون. اعتقد انا طبعا ما اقدرش اقول لك هل كارتيرون هيمشي مش هيمشي، ما اقدرش اقولها لك، انما كل اللي اقدر اقول لك ان كارتيرون هيفكر الف مره، حتى لو مرتضى رجع، حتى لو مرتضى رجع هيفكر الف مره. كارتيرون لو مشي للمره الثانيه من الزمالك ودفع الشرط الجزائي، كارتيرون مش هيعرف يشتغل مع اي نادي تاني، وكل نادي هيروح يشتغل معاه هيبقى متخوف منه. والمدرب سمعة، المدرب سمعة، لما انت كده تبقى في شغلك تسيب شركتك في عز ما الشركة محتاجاك وتروح شركة تانية، والشركة التانية دي تعرف، وتسيب الشركة التانية دي وتروح شركة تانية، لما تيجي تروح شركة تالتة هيتعرف لا الواد ده بيسيب الشغل كتير وبيمشي، خلوا بالكم منه، الواد ده ملوش امان، الواد ده غدار. فكارتيرون هيفكر الف مرة قبل ما يسيب الزمالك، مش بقى يلا سلام عليكم هاخد الشنطة وهمشي. المدرب سمعة، المدرب سمعة، اهم حاجة في المدرب اللي بيجيب له عقد كويس ونادي كبير سمعته. فكارتيرون اذا كان عملها مرة وانتم عارفين عملها ليه ومين اللي هربه ومين اللي قال له يا باتريس ايوه
ايوه يا حاج، ممكن ترجع دلوقتي. انتم عارفين القصه كلها قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، عشان العيوطه، النادي العيوطه ياخد البطوله حرب ونار في جتته. فكرتي روما يعني بشكل شخصي، توقع شخصي مش معلومه، لا اعتقد انه هيسيب الزمالك ويمشي تاني. لا اعتقد انه هيسيب الزمالك وهيمشي تاني. طيب